ارتفاع نسبة مياه شهري ولوجون تسبب في انهيار العديد من المنازل هنا في هارة واليا، مشهد يتكرر كل عام، حيث ترك هؤلاء المواطنون منازلهم التي خمرتها مياه السيول واتخذوا من ظلال هذه الأشجار مأوى لهم. من أمس بأشيرة السكارة الكبير كلنا نقلناكم من دجينا قايدين في تيريدا فكان الأين نمشي فوق كما نعرفه ندورك على حكومة كي سايدنا ما يالنا را كمام دا كله تفو أنينا كمينا براسنا جبنه نقول ما تاب كتير لغينا donc comment on dake anina hasa golo ma indina bagane num foga kulu dama de beda nana kulu al mishala damin amiza beda fa kulu maragna tol dol num na min shari be yalna kulu hana tabani nasa na kalban dol kulu da kwa na min shari kiran soki ke هذه الحالة التي يعيشها سكان هارة واديا دعت المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة آدم فورتغي أحمد وبرفقة بعض من المسؤولين الإداريين وممثلي المنظمات غير الحكومية لتفقد أحوال المتضررين من هذه السيول. علينا في ديليغاسيون انا غوفرنمان خاتينا كيجي واي نادينا مير دول ministère en santé en infrastructure en aménagement du territoire en plan culture de solen technicien min amis gay no fokru ki kef nas do lan saidum len no murgum nas dal me akram da fi bakan alime mafi o ki kef no golem shawli do su bash do shum do yo do no mo fi bakan do o ki kef ne saidum le yo go akil o bi bu ko ma sehil ma go هذا ومن المقرر أن تقوم الحكومة وشركاؤها خلال هذه الأيام بنقل جميع السكان المتضررين إلى مخيم تكرا الذي خصص مسبقا لإيواء الكثير من الأسر المنكوبة.